بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، يلا نبدأ سنة 2023، ناخد كتاب المعاصر سنة ثالثة، نبدأ بالملحق اللي جاي معاه اللي هو مراجعة الصفين الأول والثاني والقواعد. نبدأ على طول إن شاء الله، تجهز كراستك معايا ونكتب ملحوظاتنا، هنحل الجمل كلها بالتفصيل ونشرح كل حاجة، كل جملة هتيجي عندها نقطة هنشرحها إن شاء الله بالتفصيل. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ لي من صفحة 11، بيقول لي سلو سلام جوموبيل طارق، أنا اسمي طارق، جابت أنا أسكن في بنها، جيم لوجود وأحب الجود وعندي 16 سنة، جي فو بريزنتي أقدم لكم مي كوبين زملائي حسن، إنه مون كوبين دو كلاس، إنه زميل فصل، إليسي سيمباتيك إنه لطيف، إليت غير ممتك إنه عاطفي جدا، انتلوجون ذكي، أردني ومنظم، إليم لوماس هو يحب الرياضيات لكنه يكره لا جغرافي جغرافيا، ناصر إنه زميل سلة، إنه ذكي خجول غير منظم، هو يحب لا موزيك الموسيقى، مجدي إنه مون أمي زميلي ديو كارتيير في الحي يبقى جارو، إلى دو هو عاشق الملاكمة والبني، إلي إمبوتيون غير صبور، إي سي سيابل واجتماعي، ها هو أيمن مون أمي زميلي بتاع كرة اليد، هو عنده 17 سنة، إنه رائع وعبقري، إلي سيرفابل إنه خدوم، البريزنت هو يقدم دي سيرفيس خدمات، أعطو لو موند لكل الناس، جي فو بريزنتي أقدم لكم أسي أيضا، زميل النت ألان، إلي فرنسي إنه فرنسي، إلي بيقولوا شا هو يحب جدا شا القطط أو تمشي له شا التواصل، إلى بي دي والقصص المصورة. دون سيدي كامو، في هذه الوثيقة طارق يصف سي كامراد زميلاته أو زملائه، كوبين زملائه، هو قال في القطعة مي كوبين زملائي باخد التانية، أيمن عنده، تعال ندور على أيمن، عنده 17 سنة، أدي 16 12 20 17 أخد 17. الجملة اللي جاية بيقول لي حسن يحب، تعال نشوف حسن، حسن كان موجود عندي في الأولانية، إنه يحب الرياضيات يكره الجغرافيا، يحب الرياضيات أخدها. الجملة اللي جاية بيقول لي طارق وناصر يكون زملاء، طارق ندور على ناصر، قال لك ناصر إنه زملاء سلة يبقى رياضة السلة. الجملة اللي جاية مجدي يكون نقط غير منظم، ندور على مجدي، مجدي يكون غير صبور واجتماعي، أدور على إمبوتيون غير صبور أخوتها، ألان يحب، ندور على ألان، قال لك أقدم لكم زميل النت ألان، إنه يحب كثيرا التواصل والقصة المصورة، يبقى أخد الأولانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلصنا صفحة 11، نشوف الصفحة اللي ورا. جايب قطعة تانية في صفحة 12، بيقول لي بونجور صباح الخير مو أنا، إنه إيما جا كانزون، عندي 15 سنة، جابت أنا أسكن في باريس، بتسكن في باريس، أنا أحب الأحمر والموسيقى والرياضيات، أنا لا أحب لا النيدة، هي معناها لا، لا الرسم ولا نوار الأسود، مومبير أبي عنده 45 سنة، هو يكون مدرس دوماس رياضيات في المدرسة اسمها كده، هو يحب جدا سي ليفي سي زيليف تلاميذه، ماما وأمي عندها 43 سنة، هي تكون مدرسة إنجليزي، التغافاي هي تعمل دان لا ميم لوسي في نفس المدرسة، إليم هو يحب بيكو كثيرا، لو رومان الروايات رومانتيك العاطفية، أون أنجلي بالإنجليزية، ده هي أمها بقى تحب كثيرا الروايات الرومانسية بالإنجليزية، هي تحب أو هي أيضا تعشق لليفر الكتب بتاع شكسبير، مومبير أبي اسمه برونو، طيب مونفرير أخي اسمه برونو،
هو يكون سبورتيف رياضي، هو يحب لو باسكت السلة ماسير. أختي سارة عندها 14 سنة، هي تكون تريسيم رائعة جدا وصبورة، هي تعشق الجوية أن تلعب تنس وكرة يد. إيما تكتب هذا الإيميل لسوا في المساء، هي أول كلمة قالتها بونجور صباح الخير، يبقى لو متى. سارة تكون هي اللي كاتبة دي، إيما سارة دي أختها، تكون عندها 14 سنة، إنها تكون رائعة وصبورة، يبقى غير صبورة خجولة رومانتيك عاطفية، سيمبا رائعة قال لك سيمبا الأخراني. شوف الجملة اللي جاية، برونو إم جويي تحب أن تلعب. برونو ده أخوها، بيكون رياضي بيحب السلة، يبقى ناخده وباسكت. إيماني بغفير با، لا تفضل لا الرسم ولا الأسود، أخذ الأسود. موليغ تكون اسم مدرسة ثانوية. الجملة اللي جاية، لوبير دو إيما أبو إيما يكون مدرس، هي قالت مونبير أبي يكون مدرس رياضيات، أخذ كلمة ماس. نقرا مع بعض المواقف، بور سي بريزنتي لكي تقدم نفسك، كيسك اون دي ماذا نقول، هتقول جوموبيل علي، هاخدها. الجملة اللي بعدها، فو صالي أنت تحيي فوتر بروفيسور مدرسك لو متام في الصباح، كيسك فو دي ماذا تقول، هتقول له بونجور مسيو صباح الخير سيدي، أخدها عشان عايز لو متام في الصباح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحل مع بعض صفحة 13. صفحة 13 بيقول لي بور براندر كونج لكي تودع، كيسك فو دي ماذا تقول، انشانتي تشرفنا، اوريفوار الى اللقاء، بونجور صباح الخير، بيان فينو مرحبا او قدوم سعيد، اخذ اوريفوار. بيقول لك فو بريزنتي انت تقدم، انا مي زميلك افوت غمير الى امك، كيسك فو دي ماذا تقول، هتقول جي سوي، لا ها هو مارك الان، هتقول له ها هو مارك الان عشان زميلي، ودي ها هو مدرسي وانا اقدم جون الان. بور ميرسي لكي تشكر، انا مي زميلك، كيسك اون دي ماذا نتقول، هتقول له ميرسي بكو، شكرا جزيلا، شاو مونامي، اهلا او سلام يا صديقي، هتشكره يبقى هتقول له ميرسي الاولاني. بقول لك فو ديمون لم تطلب لو نوم، اسم ان كامراد زميل، ماذا انت تقول، هتقول له سي اي كوا سا، ما هذا، كومون لا الفا كيف حاله، كومون اليفو كيف حالك، بس باحترام، تيتا بيلكمو ما اسمك، اخوتها. بيقول لك فو ديمان ان تطلب من انا مي من زميلك، كومو الفا كيف حاله، ماذا هو يقول، هيقول هو عنده 17 سنة، تغي بيان بخير جدا، اخوتها. فو بريزنتي انت تقدم فوتغ كوبين زميلتك الى فوتغ مير الى امك، ماذا هي تقول، هتقدم زميلتك لامك، هي هتقول انشانتي تشرفنا، ادخلي، ها هو زميلي، انها ان كامارات دو كلاس، انها زميلة فصل، ده هي اللي هتقول مش انت اللي هتقول، انا اسمي صوفيا جي سوي جونيال، دي بتقدم نفسها، هتقول لها انشانتي تشرفنا ادخلي. بقول لك فو ديمون ان تطلب لادريس العنوان بتاع فوتغ مي زميلك، كيسك فو دي ماذا تقول، او ال ابيت اين هي تسكن، او ابيت مارك اين يسكن مارك، اين تسكن انت، تطلب عنوان زميلك هتقول له اين تسكن. جملة 10 بيقول لي فو ديمون ان تطلب من فوتغ مي من زميلك كي سي اي من هذا بور، لكي برزنتير تقدم شخص، سينفورمير تسأل عن شخص، اخذها، دي تحيي ودي تشكر. فوتغ كوبين زميلك مونج بيكو يأكل كثيرا، ماذا أنت تقول، هتقول إليه امبطيون غير صبور، إليه جومو إنه شره، طالما يأكل كثيرا هتقول إليه جومو إنه شره. فوتغ مي زميلك رونج يرتب سا شامبر حجرته، ماذا أنت تقول، هتقول إليه أردني إنه منظم، أخدها. أدي صرصار، أدي غير منظم، أدي رومانتيك عاطفي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نخش على صفحة 14. صفحة 14 بديع اللي بيقول لي من ماريا أو ماريا عندها كاير كراسة. نبدأ ناخد شوية ملحوظات بقى على القواعد واحدة واحدة، احنا ماشيين عشان نفتكر أولى وتانية. أنا كان عندي الأدوات المدرسية كلها مذكر،
ما عدا جم اللي هي ممحاة، رجل اللي هي مسطرة، تغوص اللي هي مقلمة، فلو اللي هي ورقة. دول الأربعة المؤنثين، غير كده مذكر. يلا نخش نشوف مع بعض. يبقى كلمة كيار، كراسة، مفرد مذكر، آخد آن الأولانية. إنها فاطمة جارة، الجارة مؤنث، آخد إن التانية. كومون صابلي، صابلي نهايتها أو إن تي، يبقى إذا حاجة بتاعت الجمع، يا إما أل يا إما أل، جمع عندك إل واحدة بس الأخرانية. لوبلو الأزرق، إنه كولير، كلمة كولير لون مؤنث، اكتب عليها لون مؤنث، أدي كلمة كولير مؤنث بس كل الألوان مذكر، يبقى آخد إن. كومون صا، كل مصر بتعرف تحل الجملة دي، كل كومون صا فال أخرانية. حسن، إنه مون برونوم اسمي، اسم مفرد مذكر، آخد آن اللي هي الأولانية. الجملة اللي جاية بيقولك سارة تكون، دي جمع مذكر ودي مفرد مذكر مفرد مؤنث، آخدها عشان سارة مفرد مؤنث. قالك إنه مصطفى، يبقى من هذا؟ او يعني اين، كي من، كومو كيف، كو ماذا، يبقى اخد من هذا. الجملة اللي جاية، لورا تكون لا نعد نتالي، لورا مؤنث، عايز حاجة مؤنث، ادي كلمة كومان زميل ما تنفعش، امي صديقة صحيح هي مؤنث، بس هنا لا، كان المفروض اعمل لي الا ابصرف، كوبين زميلة أخدها. منامي صديقي، أبل آخرها هو أس ما تنفعش، صابل اسمه زياد أخدها عشان صديقي بيساوي الضمير ال. تيو يكون أن كوبين زميل دو باسكت سلة، زميل بتاع السلة في كتاب المدرسة، بين زميل والسلة أخد دو. سنة أولى لسه بنراجع عليها، بيقولك ست في هذه البنت تكون لطيف رائعة ورائع، يبقى كلمة سين بتمشي مذكر ومؤنث أخدها، أدي بافا صرصار وأدي سوريا بشوش، دول مذكرين، كلمة سين بتمشي مذكر وتمشي مؤنث. فوفو زابلي، أنت اسمك كومو، كومو فوفو زابلي، للسؤال عن الاسم بستخدم كلمة كومو. الجملة اللي جاية بيقولي الفو معاها فوزت. سمير سي اي انا مي، انه سمر، انها امي صديقة، اخد ان عشان هي مؤنث. او ريفوار مامو، مساء الخير يا امي، او الى اللقاء يا امي، ريفوار بيجي معاها كلمة او عشان تديني او ريفوار. اليم ليفل، هي تحب المدن، المدن جمع مؤنث، اخد جروند الاولاني، اكتب عليها مدينة جمع مؤنث. ستيني كل، انها مدرسة بتاعت جارتي، المدرسة مؤنث بس مبدوعة بحرف متحرك، اخد الا ابوستروف. انها مدرسة جارتي قلناها. اميرة وانت، اي حاجة فيها اطواف في الفرنسية بتساوي الضمير فو، ادور عليها على طول واخدها. صافا، انا بخير، وحضرتك سيدي، برضو الاحترام، اخد معاها فو. توت لا فامي، كل الأسرة، كل الأسرة مفرد بتساوي الضمير ال، يبقى تاخد اي تكون، ده تصريف مع ال بتاعت الجمع، ودي مع الفو، ودي مع ال بتاعت الجمع، يبقى كل الأسرة اوعى تنخدع فيها وتقول انها جمع، كل الأسرة مفرد. بيقولك لو ده غابول علم نقط يكون احمر واسود وابيض، العلم مفرد مذكر، اخد ايجيبسيان الاخرانية مصري، ادي فرنسية انجليزية مصري، دول مؤنثين ودي مذكر. سيكي، انه من، كلمة كو لا تأتي، نخطف ملحوظة على طول، نقول ان كلمة كو معناها ماذا، وكلمة كاسك معناها ماذا، الاتنين دول موقعهم في بداية السؤال فقط، ولا يسبقون بأي حرف جر،
يتحولوا إلى قوى إذا جاءت في وسط ونهاية السؤال، وإذا جاءت في البداية لكن مسبوقة بحرف جر. واضح كده؟ يبقى كلمة كو ما نفعتش، كومو سي كومو ماذا أو كيف، ودي كاسك لا تأتي إلا في بداية السؤال زي ما احنا قلنا، يبقى إنه ما خدنا الأولاني. جيم لسبو أحب الرياضة و وأنا وأنت إيت و خدناها في ثانوي. جولي إيه سيسيليا، دي بنت اسمها جولي وبنت اسمها سيسيليا، هو يكون هي تكون ها هو صبل. ها هو بيجي وراها اسم سواء كان مفرد مذكر أو مؤنث. جابتن أسكن، ما أنا أسكن في ميد غمر مدينة، المدن كلها بتاخد حرف الجر آه ما عدا القاهرة والفيوم وسينا، يبقى أخد آه. الفو معها نهاية أو زد أخد الأولانية. ميزي ليف تلاميذي وعمل فصلة، طالما عمل فصلة يبقى أمر مع الفو أو تلاميذي هم يكونوا أصدقاء أذكياء. خلي بالك كلمة أذكياء كلمة تلاميذ تمشي مذكر وتمشي مؤنث، انما دي اذكياء تديني جمع مذكر اخد التانية. يسكن في منها، ايه اللي بيجي معاها نهاية او؟ قالك الجو والال والال، انا واحدة فيهم موجودة، قالك الجو. الفو معاها نهاية، قالك الفو معاها نهاية دايما او زد، يبقى اخد الاخرانية. مامي امي عندها كرونت 40، كاتر 4 5 3، يبقى 40 سنة. لو جارسون الولد اسمه نيكولا، يبقى اخد صابيل اللي هي التانية عشان الولد بيصوت ضمير ال، وكلمة صابيل تحول الاسم مع كله ما عدا ال بتاعت المفرد وال ال بتاعت الجمع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحل مع بعض صفحة 15. صفحة 15 بديل بيقول لي علا وهدى 15 سنة، علا وهدى بيصوت ضمير ال بتاعت الجمع، تاخد نهاية او ان تي. كراساتي، احنا قلنا الكراسات جمع مذكر، وانا مغمض كده هاخد حاجه من دول. قال لك خلي بالك انت عندك ملحوظه ان فيه لونين، كلمه اورانج وكلمه مارون، منين ما تلاقوهم في اختيارات خدوهم، يمشوا مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. يبقى انا ماشي، انا عندي كراساتي تكون مفرد مفرد مفرد، وادي كلمه اورانج مفرد بس تمشي جمع، اخدها. الجمله اللي جايه بيقول لك ناهي تسكن في القاهرة، احنا قلنا القاهرة والفيوم وسينا بتاخد او. ليكوبن زميلات رانيا لو جودو، الجودو الزميلات جامعة يحبون، هتبقى نهايتها او ان تي، ماليش دعوة برانيا. ايه التوكيد بتاع الجو؟ قال لك موا سو بريزنتي يقدم نفسه الى اصدقائي، ينفعش انا عشان انا معهاش مي، يبقى هو يقدم نفسه الى اصدقائي، اخد التانية. الالفا بي فرنسي، الحروف الفرنسية تتكون من او ا آه فيها 26 رقم حرف، يبقى لتر معناها خطابات او حروف، وشفر رقم ونوم اسم. كي من هي تكون، من انهم، من سي اي كي انه من، اخد تعبير على بعض. صافا كيف حالك؟ قال له بابيان لست بخير. بونجور صباح الخير، نعم تغي جدا، بوف يعني وحش، انا مش بخير، باخدها في النفي. مون بروفيسور مدرسي يكون بيرسون شخصية، اخد ان عشان كلمة بيرسون مؤنث، اكتب عليها. سون تكون دي كوبين زملاء، سون بتيجي مع فيرب اتري، يبقى سو سون على طول، تعبير على بعضه سي اي وسو سون. Ce sont les amis les notes de la fête. إنهم اللي ده بتاعت جامعة، أدور على حاجة جامعة إنها الملابس بتاعت الحفلة، أخد واحدة بس اللي آخرها أس. أروى تكون سويان بشوشة، أخدها عشان أروى دي مؤنث. إنه النادي بتاع الشباب، النادي مفرد مذكر، أخد له التانية. طابت أنت تسكن، أين كيف من ماذا، يبقى أين تسكن أخد الأولانية. سون جمو يكون توأمين، هي هن
هم بس دول توأمين جمع مذكر، يبقى باخد هم التالتة. ولا تكون بافار سارة، هي نقط كثيرا. هي بار لتتكلم الأولانية، ولا تأكل ولا تمشي ولا تعمل، سارة تتكلم. أوبليكس يكون برسوناج، كلمة برسوناج تديني ملحوظة نخش ناخد على طول، إن أي كلمة بتنتهي بآج مذكر، ما عدا بلاج كاج إماج باج، الأربعة دول مؤنث. بلاج شاطئ، قفص، صورة، صفحة. يبقى أنا مغمض لو لقيت مثلا كلمة بيرسوناج شخصية مذكر أخد آن. سيتين ليفغ إنه كتاب، كتاب مفرد مذكر أخد انتغسي اللي آخرها تي. ادي جمع مؤنث جمع مذكر مفرد مذكر مفرد مؤنث، بعرفها من اخر حرف او اتنين. يوسف وفؤاد دول جمع، يبقى صان دي زمي اصدقاء فرنسيين، اسميهم اصدقاء فرنسيين ولا عندهم اصدقاء فرنسيين، اخد الاخرانيه او. سالو فيليب، اهلا يا فيليب. جو بريزنتي مون امي، انا اقدم صديقي المفروض لك، يبقى اخد تي. بيقول لك ندى اي موا، ندى وانا صم، اي حاجة في الفرنسي معاها كلمة موا بتساوي الضمير نو، ادي نو صم نحن نكون. ماريا ومارتين صمت يكون، ماريا دي بنت ومارتين دي بنت، يكونوا توأمتين، اخد الاولاني. جيم بونتير، انا احب الرسم، الرسم مؤنث اخد لا. لا يجب مصر تكون بيه، بلد أفريقية، بلد مفرد مذكر أخد آن. خالد عنده 15 سنة أو 16 سنة، أنا عندي 16 سنة. هي أيضا، أنا، أنت، أنا أيضا، يبقى أخد أنا أيضا عشان جايب لي أنا. سيسون تكاتر جون، إنهم أربع شباب. لوسيان طالب ثانوي، طلاب ثانوية جامعة خدته عشان دول أربعة. كريمة وسلوى صمت يكونوا، دي كريمة وسلوى دول جمع مذكر جمع مؤنث، يكونوا ادي جمع مذكر وادي جمع مؤنث، اخد الاخرانية. الجو وراها فو، اشتغل مع الجو، الجو بتاخد نهاية او. جي فو بريزنتي، ماليش دعوة بدي، اذا جاء فاعلين لم يفصل بينهم فاصل يتم التعامل مع الاول. لشان برضو رمزي، حجرة رمزي تكون رنجي مرتبة، هو يكون أردني منظم، آخد التاني. مونفرير أخويا يكون جغمو شره، هو نقط كثيرا، هو بار ليتكلم، مونج يأكل، طالما شره بيأكل كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هكتفي معكم بهذا القدر، الفيديو ده لحد هنا، فيديو بس افتتاحي كده للسنة، خدنا في مراجعة الوحدة الأولى من سنة أولى. إن شاء الله في الحلقات اللي جاية استنونا، إن شاء الله أكمل الكتاب كله بكل ملاحظاته بكل ما فيه. ما تنساش دعمك للقناة، ما تنساش دعمك لنا عشان نواصل طول السنة، وربنا يكرمكم زي ما كرم كل الناس اللي جابت مجموع في الفرنساوي. أشوفكم بخير يا رب، إذا كان في العمر بقية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.